صباح الخير عليكم، ازيكم يا جماعه؟ عاملين ايه النهارده؟ انا عارف ان هو يوم عادي خالص زي اي يوم، مش هتفرق مع اي حد. انا عارف الموضوع ده، وان فيديوهاتي دي اساسا ما حدش بيبص عليها، عادي جدا، ما عنديش مشكله. المهم احنا النهارده زي اي يوم فعلا، بس ما زال الحاج كورونا بيعث في الارض فسادا وقاعد معانا وشكله مطول حبتين. بس جالي سؤال، هو كورونا ده وباء بجد ولا ابتلاء؟ يعني هو مرض كده هنلاقي له حل، ولا هو مطول معانا لان ربنا عايز يوصل لنا رساله ويقول لنا يا جماعه خلوا بالكم، انا بنبهكم ارجعوا لي. ما تفتكروش نفسكم ان انتوا لما وصلتوا للعلم والتكنولوجيا اللي انتوا فيها اصبحتوا اقوى من قدره الاله. ده انا جبت لكم حاجه تافهه صغيره كده ركعتكم كلكم ووقفت حياتكم كلكم، فارجعوا لي، ارجعوا لي كده. الطاغي يرجع لربنا سبحانه وتعالى ويبطل طغيان، والحرامي يبطل سرقة بقى، والظالم يعرف ان الله سبحانه وتعالى قدير ان يبطش به، واذا كان فاكر ان هو قادر فهنالك من اقدر منه، والمؤمن يصبر ويدعو ويرجع لله سبحانه وتعالى. لكن انا مش شايف ان ده بيحصل خالص، ما حدش ابدا بيتكلم في الموضوع ده، ما حدش بيقول يا جماعه ارجعوا ربنا لنرفع كف الضراع، لنطلب من الله سبحانه وتعالى ان يرفع عنا هذا البلاء. ابدا، الناس كلها عايشه في تلاهي، اللي لسه بيحارب من اجل السياسه والاقتصاد بيحارب، واللي بيظلم بيزداد ظلما. بل بالعكس، ده في ناس بقى عملتها سبوبه، انت عارف الناس ملهيه في موضوع الوباء دوت، فاللي بيسرق قال لك بس نصطاد في الميه العكره، يلا نسرق زياده، واللي بينهب نفس الكلام. حتى في السياسه وحتى في الدول، ما يعني على مستوى الدول والمنظمات مفيش فايده، ما حدش بيطاعز يا جماعه، احنا كده ليلتنا وحشه خالص، والسكه اللي احنا ماشيين فيها ديت يعني ربنا سبحانه وتعالى هينفخنا فيها في الاخر، احنا مش عايزين نتنفخ. الناس مش قادره تدرك ان الدنيا دي بما فيها لا شيء. يا جماعه احنا قاعدين هنا فتره مؤقته، انت قاعد في دنيا فيها امتحان، انت اعتبر نفسك كده في لجنه امتحان، تمام؟ وعندك اسئله بتجاوبها، نتيجه الاسئله دي يا تدخلك جنه يا توديك في 60 داهيه في النار، توديك في 60 داهيه في النار. ربنا سبحانه وتعالى لو اخذ باعمالنا هنخش كلنا كده النار، ده هو برحمته بيرحمنا فبندخل الجنه. فاحنا ده لازم ندي حتى على الاقل ان احنا يعني ربنا لا ياخدنا باعمالنا ولكن ياخدنا برحمته. مفيش حد فاهم الليله اللي انا بقولها دي، وتحس كده الحياه سودة ورايحه في سكه مش تمام. لكن عارف ايه الجميل في الموضوع؟ ان انا اعرف مجموعه من الناس ما كانوش مسلمين، وممكن يكونوا ما عندهمش مل اصلا ولا عارفين ايه هو ربنا. سبحان الله، انك لا تهدي من احببت ولكن الله يهدي من يشاء. فجأة لقيتهم دخلوا الإسلام، فجأة بدأوا يصلوا، فجأة بيقروا فقه وتوحيد وتفسير وحديث، فجأة لقيتهم بينصحوني في الإيمان والصبر والتقوى، وإنه مهما كان البلاء أصبر، لأن ربنا سبحانه وتعالى هو اللي عنده البلاء وعنده الدواء وعنده الرحمة والمغفرة، وباسمه القدير القادر. ما تتلاقش من حاجة، خليك هادي، ريلاكس، اتقرب من ربنا اكتر. يا جماعة انتم متأكدين الناس ديت ما كملتش شهر اسلام بتتكلم كده؟ انا بدأت اشك ان هم مسلمين وكانوا بيضحكوا علينا وبيمثل ان هو مش مسلم، لدرجة ان سألتهم بصراحة، هو انت كنت مسلم قبل كده ولا ايه؟ قال لي لا، يعني انت عارف كل الكلام ده؟ قال انا قعدت اقرب. قلت له في اقل من شهر ما شاء الله بقيت شيخ. بصراحة أنا كسفت على نفسي جدا وحسيت بالغيرة، لأن المفروض إن إحنا مسلمين وأضرب ديننا، والمفروض إن إحنا اللي ننصح النصايح دي ما قلناهاش لبعض كمسلمين. واتفاجعت لما لقيت ناس لسه داخل الإسلام ما كملتش شهر بتقول لنا الكلام ده. طب ما نتكسف على نفسنا كده وناخد بالنا كده من تصرفاتنا، ونتكسف من ربنا ونطلب منه الرحمة، ولا ما يرضى مفيش فايدة؟ يا جماعة الموضوع في منتهى الخطورة. أنا عارف إن أنا ممكن بعد ما أقول الكلام دوت يقول لك بس دول كانوا كفر أو هم كفر، لأنه مرة حصل معايا نقاش زي كده. أنا بصراحة ما بحبش أوصف حد ولا أحكم على حد، لا بعمله ولا في دينه ولا في آخرته ولا في دنيته، لسبب بسيط، لأن أنا مش في المكان اللي أحكم فيه على الناس. أنا لنا إله ولا ملاك، ولا أنا في الوضع اللي أحكم فيه على الناس على مصائرهم، وأنا شفت بعيني ده. مش بس كده كمان، ده أنا عايز أقول لكم على حكاية غريبة جدا. أنا بسبب اللي شفته ده بدأت أسأل نفسي سؤال،
طيب افرض ان ربنا سبحانه وتعالى يوم ما خلقني في وسط ام غير اسلاميه وابوين غير مسلمين، هل كنت هعمل زيه وادور على الاسلام واسلم؟ مش عارف، بس ممكن لا. احنا ربنا نعم علينا ان احنا اتولدنا مسلمين وفي وسط ابوين مسلمين وتعلمنا الاسلام، لكن هما ما كانش عندهم هذه الفرصه. فاحنا المفروض نحمد ربنا على النعمه دي جدا، ان ربنا سهل علينا الامور ان احنا نبقى قريبين منه وعارفينه من غير مجهود. السؤال التاني بقى، يا ترى احنا افضل عشان اتولدنا مسلمين وعارفين الطريق من البدايه، ولا اللي تعب ودور عشان يعرف طريق الاسلام؟ برضو ما اقدرش احكم، لان علاقه بني ادم بربه اللي يحكم فيها رب العالمين. وحد فاهم حاجه من اللي انا بقوله ده يا جماعه؟ عشان انا كنت في سكه ودخلت في سكه تانية ومفيش ولا انا بصراحه. اشوفكم على خير.